كريفن بيطارد الناس كلهم، حتى القطة السودا مش في أمان. المطاردة السريعة تخلي الدم يجري في عروقك. أنا متحمس قوي. عندنا ايه؟ المكان شكله اتنهب. هستخدم تقنية الواقع الصناعي اللي جانكي حسنها. علامات خرابيش. في اثر ليها؟ لقيت علامات خرابيش واثار معدن. هشوف لو بتطابق مخالبها. العلامات مش هتحلل نفسها. لازم بس اعزل المكونات الجزيئية للبرادة المعدنية اللي لقيتها. ماشي. حلو. تيتانيوم. ايه تاني؟ تمام. كوبالت. كده كويس. مين اللي قال إن العلم مش مسلي؟ خلينا نشوف. كده مش صح. خلصت. تنغستن. تطابق. نجحت. طلعت هي.
آثار جرجرة من جزمتها. كانت مستعجلة، كانت بتجيب حاجة من الصندوق ده على الحيطة. شكله صندوق معونات للطوارئ بس فاضي. الصيادين كده كفاية عشان أعيد تشكيل المكان. هجموا بس لحقت تهرب. خلاص وصلوا لها، عشان كده بالظبط لازم نحذر المدينة من الصيادين. ممكن تابعني بالأخبار. وو، أكيد دي هي. الموضوع اتحول من تحذير ودي لمهمة إنقاذ في ثواني. أتمنى ما كنتش اتأخرت. فليشا نصحة، بس كل اللي شفناه من الصيادين دول مخليني قلقان. قلقانة على حبيبة بيتر القديمة؟ انتي طيبة قوي. شكلي ما لحقتهمش. في أثر لمكان راحوه؟ همسح المنطقة واشوف. خط الكهرباء باظ بسبب الانفجار، يا ترى كان بيشغل ايه؟ مولد؟ يا ترى هيتوصل بايه؟ صندوق معونات تاني، بس ده لسه مقفول. خاطرت بحياتها عشان توصله، لازم افتحه بس الكهرباء مفصولة. لازم اشغل المولد ده لو عايز الاقيه. لو ربطت شبكتي بالمولد ممكن اوصله بالصندوق. شكله صح. قربت اخلص. نجح. فتحته. باريس، ام جي الفرنساوي بتاعك عامل ايه؟ مفيش اثر، بس ابعت لي اللي لقيته. تمام ماشي. يا ترى في دليل ارشادات معين لعصايه وتوم؟ وتوم؟ هدور عليها ثواني. الصيادين لازم امشي وراهم وراقبهم. المفروض حسب الترجمه بتاعت ميستيك اركانا فالعصايه دي تبقى قديمه. احنا بنتكلم عن عصر قبل الميلاد. المفروض ان اللي يستخدم العصايه دي يقدر يفتح بوابات في اي مكان يجي في باله. زي السحر؟ لو هي عندها يعني حاجه زي كده. جه في بالي استخدامات ليها. مايل، خلينا نلتزم بالخطه. في مواقعنا هنمسكها. دي أكيد موجودة جوه. هخلص من الصيادين دول.
أياً كان اللي العصاية بتعمله فهي بتعمله بلمعان. دي بتلعبنا بس احنا محوطين يا ناس. العنكبوت هنا، العنكبوت العيل هتشي. مش عاجبني ده، هي هتعمل ايه بالظبط؟ ملازم اكبر. هناك ده العيل الصغير. ترجمة الكلام الفرنساوي اللي على بطاقة البريد. سبب حياتي الوقت قصير. ما فيش عمرك ما تعرف. أنا مراقبة العنكبوت. آخر واحد فيه، يلا نشوف إيه حوار فيليشا. أول مرة تحصل. العنكبوت عايز يلعب صح؟ ام جي، دي سرقت العصاية والسحر حقيقي فعلاً. إيه اللي حصل؟ يا قطة، ممكن نتكلم؟ ممكن تبطأ شوية؟ ابعد قبل ما انقلك في بوابة للمحيط الهادي. إزاي وصلتي لاتصالنا؟ لسه بتستخدم القناة القديمة. هو أنت ما عندكش حاجة قافلة تعملها يا ابني؟ فيليشا، أنت لازم تقف. ده جنان حتى بالنسبة لي. مين دي؟ أنت يا مشار أخضر؟ إيه الأحوال مع العنكبوت القديم الأيام دي؟ ممكن تبطلي؟ أنا بحاول أساعدك. مش محتاجة مساعدتك ولا مساعدة أي عنكبوت. عارفة هتعملي إيه بالعصاية؟ هي عايزة تسرق أعمال فنية أكتر. اللي تزوق، أنا سمعتكوا يا مزعجين. ووو، القطر فيليشا ده ممكن يأذي الناس. خلي بالك، الصيادين راجعين. أكيد هما معجبين بيا قوي. هنخلص منه النهاردة، هنوقف الراجل اللي بيحاول يقتلك. أسرق أنتكتك الغلطة دي؟ برد، ما جبتش الشال بتاعي. العصاية دي ممكن تاخدنا لكريفل. الموضوع ملوش علاقة بكريفن. ليه مش بتساعديني اوقف الشخص ده؟ انت سبايدر مان، انقذت المدينة قبل كده وهتنقذها تاني.
سبايدر مان كان عنده حق، ما بتفكريش اللي في نفسك. بص يا ابني، غير ان ده ما يخصكش، بس واحدة صاحبتي في باريس وقعتها في مشكلة مع شوية ناس أشرار. عمرك ساعدت حد يهمك؟ هي محتاجاني دلوقتي. لو أقدر بس أعرف أمشي 10 خطوات بالبتاع ده. امجي قالت ما ثقش فيكي. أم شعر أحمر ذكية، بس لازم تاخد قراراتك بنفسك. أهي القطة عايزها حية. ما خدوش بالهم منك. لازم تمشي، البوابة بره. دليل الاشهادات بتاع الانتيكه دي ما كانش واضح. بتتحسني في استعمالها. مش كويس قوي يعني. هنبقى نستكشفها مع بعض. ياه، هو ايه اللطافه دي يا صغير؟ انا سبايدر مان مش عيل صغير. شكرا. طبعا يا سبايدر مان، وريني قدراتك بقى. كتير منهم على السطح. استنى، استخدم البوابه. خد العصايه منها. هضرب نار الوحش. لو لكلامي هنا ما أقدر مساعدتك ليا. كنت محتاجة تشتت. عديت ده. مرني حاجة؟ النار. مش عارف أتحرك. ممكن أقطعه؟ في برج دلوقتي. بوابة تانية ليك. أنا قابل أي مساعدة هنا. عندك حيلة للرصاص؟ معك شبه. اضرب البرج ودمره خالص. أدور على مكان أعلى. مكانك بالكشف. غيروا مكانك. سبايدر مان، جبت هنا عشان تعرف أسد البحر. أوه، عايز أشوف. أسود البحر بتسبح لحد 25 ميل في الساعة. ركز، في صيادين كتير قوي. ريفن معجب بجد. انا مش فاضيه. ايه ده؟ دول اكيد عايزين يتعبونا. لو هم عايزيني لازم يموتوني. بلاش نوصل الحوار لكده. تمام. مفاجأة. ده كان هايل. عامله ايه مع الكلاب؟ بحب القطط اكتر. ودول ما يبقوش كلاب، بس بيعضوا زيهم. اوحش. هنا اهو، دي في كل مكان. مش قادره امسكها. خلوا بالك، غير الموضوع. يرموا كل حاجه علينا. ممكن تبقى آخر مرة ليا هنا. لا، هنوصلك باريس. صحابك محتاجينك. انت فعلا تبقى سبايدر مان. جاهزة لضرب النار. في هدف ده بتاعي. ضربة بتوجع. نركز، نفكر. برج ايفل. سلام يا فيليشا. شكرا. و
وريني ليه. هي في أمان لحد دلوقتي. خلصتي مقالتك؟ لسه بعتها لجونا. ادعي انتي قدها. روح لجزيرة كوني. ليه؟ في ايه؟ أكيد عرفت إن ميستيريو خرج من السجن. الجديد إنه فتح مكان سياحي هناك. هيبقى هدف الصيادين التاني. فكرة حلوة. حذر فزر مين برضو في كوني النهاردة؟ هغششك. واحدة أعجبت بيها أكتر من سنة. يا عم بقى. مش عايز اسمع كلمة. انت وهيلي مخلوقين لبعض. لو مرتبتش خروجة معاها هتبقى حد مش طبيعي. هنشوف بعد ما نخلص موضوع ميستيريو. لازم اتحول لمايلز الاول وهستكشف الحديقه وانا متخفي. انا مش شايف اي اشرار. مش هنبص بصه من قريب؟ اهلا، انا كوينتن بيك سيد الخداع، ودي تبقى بيتسي شريكتي في الشغل، وكول المستشاره الفنيه، وده الجيل الجديد من الترفيه. لا مش ممكن.
ممتاز كول، شاب صغير شجاع مستعد يجرب المستقبل لأول مرة. هل في أي حد تاني عنده الشجاعة الكافية؟ لوحدك أو مجموعة جرب المستقبل. في كابينة قدام فوق، كمل مشي يلا. لو انبسطت باللي جربته ممكن تعرف صحابك وزور مقر الميستيريوم اللي موجود في كل حتة في المدينة. الحقوا التجربة المجانية. شكراً يا بيتسي، أكيد هيعمل كده. دلوقتي يجي الوقت نصمم لك تجربة. لما تبص على الصور دي عايزك تفكر في مستقبلك، آمالك وأحلامك. أيوة، بستقبل بيانات كويسة. وخلاص خلصت. مستحيل. استمتع بالعرض. ما تقلقش، أنا هبقى بتفرج عليك وهسمعك. لو في أي وقت حسيت إنك مش مرتاح، كل اللي عليك إنك تعرفنا. استمتع بتحقيق حلمك. أوه جميل. أنا في المود. أيوة كده. هو ده الكلام. وصلت يلا. يلا بينا. تمام يلا نفككوا. كده رحنا في حتة تانية. أنا مش سامعكم. عايزين حماس. بوم. أيوة كده. يلا نكسر البتاعة دي مرة كمان. بقينا في منتهى الحماس. أعلى شوية. جانكي لازم يجرب ده.
لي. اوه ازاي عملت كده؟ لي راح فين؟ اللي حصل ده بجد؟ احارب دلوقتي افكر بعدين. انا خرجت فيك. انت سامعني؟ ايوه احنا في حاجه باظت عندنا. واضح جدا. اسف احنا مش قادرين نشوف. ممكن تعرف اللي بيحصل؟ كنت مولعها في الديسكو وبعدين ظهر شويه اشرار وبيحاولوا يولعوا فيا. هم اتمنى ما تكونش قاسي. انا اقدر ادافع عن نفسي بس ما تقدرش حتى تسحب الفيشه. مش بالسهوله دي بس احنا بنحاول. وانا بيتهيأ لي. ديك قال لي افكر في مستقبلي لما كان بيصمم الوهم. ده اللي انا كنت بفكر فيه. لسه قادر عن نفسك؟ بالعافية. اثبت. مفضلش كتير. بيك قال ان ده حلمي اللي بيتحقق بس شكله بقى كابوس. القوة الجديدة بيكسر الصوت اهو. روح له بسرعة. قال انك لو خلصت الاغنية اللي شغلتها هتقدر توقف البرنامج. هناك المفروض تبقى شايف المخرج. اوصف دي. تمام لازم امشي. انت كويس؟ ايوه انا اسف جدا. هنحاول نعرف ده حصل ازاي بس الوقتها. مايلز قول لي هي ايه الحكايه؟ مستقبل في شوية أعطال محتاجة تتصلح. أهلا بيت. قميص شيك والجزمة شيك قوي وكل حاجة شيك بجد. أهلا مايلز. أهلا جانكي. شباب ده هاري أعز صحابي. هو لسه راجع من برا وأسس مؤسسة بحثية جديدة. تقصد إحنا أسسنا مؤسسة بحثية جديدة. أهلا اتشرف. شغل جديد ها؟ لسه عندك وقت للتدريس؟ أيوه هنبقى نشوف. يلا. الحقيقة البتاع اللي هناك ده وجعلي راسي. ممكن ماشي. اتبسطت اني قابلتك يا هاري. وانا كمان. انت كويس؟ ايوه. بص هقابلك بعدين. احنا لازم نسأل على مايلز. اطمن عليه. ايوه هيحصل. تمام. شكلهم لطاف. بس للأسف هتفوتهم أحسن ليلة في حياتهم ها؟